بدون شك طبعا هذا البيان أوضح الحقائق التي تقوم عليها سياسة المملكة، وبين للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي ما هو موقف المملكة تجاه هذه التصريحات وتجاه هذه المغالطات وتجاه هذه التضليل الذي ظهر من خلال تصريحات بعض المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن أو من خلال بعض أعضاء الكونغرس أو الإعلاميين. طبعا هذا البيان جاء شاملا ووافيا وأوضح أن أولا المملكة لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل المساس بسيادة قراراتها وبسيادتها، وهذا موقف لن تحيد عنه المملكة البتة. المملكة دولة لها ثقلها السياسي، لها ثقلها الدولي، ولذلك لا تقبل بأن الإملاءات من أي كانت، سواء كانت دولة صديقة أو غير صديقة. هذه أمور ثابتة في سياسة المملكة العربية السعودية. النقطة المهمة في هذا البيان أيضا جاءت أن هذا البيان لم يكن جانب الحقائق التي ظهرت من خلال التصريحات، لأن الحقيقة هي أن إدارة بايدن طلبت من المملكة ومن بتأجيل القرار لمدة شهر. لماذا شهر؟ أولا علينا أن نعرف لماذا طلبت تأجيل شهر. هذا دليل أن هذا التأجيل لم يكن بسبب اقتصادي أو سبب بأنه يؤثر على الاقتصاد أو على التضخم أو غيره. هذا الطلب هو مسيس لدعم جهة ضد جهة في الانتخابات النصفية في الكونغرس. نحن نعرف أن انتخابات الكونغرس في بداية شهر نوفمبر، ولذلك المملكة لا تريد أن تدخل في هذا الشأن من خلال إعطاء كريدت لطرف ضد إعطاء ميزة لطرف ضد الطرف الآخر، وهذا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية. لذلك جاء قرار المملكة من مصالحها ومن مصالح أصدقائها ومن مصالح السوق أيضا، السوق الاقتصادية، ولذلك المملكة دائما تسعى لاستقرار السوق، لاستقرار إمدادات الطاقة، ورأيناها كيف تتصرف عندما تتعرض إمدادات الطاقة لأي اعتداء من خلال ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. كانت المملكة دائما تقوم بدورها المهم والحيوي لحماية إمدادات الطاقة.